هذا اليوم حقيقة محاضرة حلوة وقصيرة نسبيا، هي عن السوماتيك سنسيشن، واللي نقصد به السنسوري سيستم، اللي هو يجينا او السنسوري سيجنالز كم فروم ذا سكين، سوماتيك سنسيشن. اوبجكتيفز اوف ذيس ليكتشر، وي هاف تو نو ماني ثينجز، ون اوف ذيم عادة لازم نعرف السنسوري ريسبتورز، ايضا نعرف الطريقه وصول السنسر انفورميشن تو ذا سي ان اس، كذلك نتعلم الريسبتيف فيلد من السباينال افرنت والبروبرتيز مالتها، وايضا نتعلم السنسري اندنج ديستريبيوشن والافكت مالتها على التكتايل ديسكريميشن. قبل ما نبدي لازم نعرف يعني ديفينيشن اوف سنسيشن، واللي هو defined sensation defined as it is conscious or subconscious awareness of an external or internal stimulus. الconscious عادة هو اللي راح نقصد به، عادة نقصد به هو somatic sensation conscious، في حين subconscious راح نقصد به internal sensations اللي تجينا من داخل البدي، أو نسميها visceral sensation. السنسيشن قسمها إلى two types. It is either general sensation or special. The special نعرفها، الحواس الخمسة احنا كنا نسميها عادة، smell, taste, vision, hearing and balance، ينضاف لها البالانس. في حين in general sensation يا اما تجيني من البودي سيرفيس اللي هو عادة من السكن والجوينت والمصل، من البودي سيرفيس اللي هي تشمل التاتش والبرشر والفايبريشن، الثيرمال سنسيشن، البين والبروبريوسبتيف سنسيشن. هاي المهمه جدا البروبريوسبتيف سنسيشن، راح نحكي عليها بالتفصيل فيما بعد. وعندنا النوع الثاني من السنسيشن هي الفيزرال سنسيشن، اللي تجينا من الفيزرا، اللي هي عادة تجينا من البلد فيزل، من الجي اي تي، من الجلاند، من البلادر، اي اورجان انسايد اور بودي اللي ينقل لي السنسيشن، وعادة هذا السنسيشن ينتقل بواسطة الاوتونوميك نيرفس سيستم. We have two types of sensation, general and special. Now, how the somatosensory system or the sensory system is arranged or organized. هذا انقسم إلى first order neuron, second order neuron and third order neuron. نقسم الorganization الترتيب مالت النيرفوس سيستم السنسري نيرفوس سيستم الى 3 تايب اوف نيورونز اور 3 اوردر اوف نيورونز. ذا فيرست وان ويتش ذا سنسري نيورون ويتش برينج ذا سيجنال فروم ذا سكن اند بيريفيرال بارت اوف ذا بودي تو ذا انسايد اوف ذا سباينال كورد. عاده هسه راح اكو بها تقسيم تفصيل اخر، لكن هسه راح يعني جنرالي نقدر نقول فيرست اوردر نيورون اللي راح تجيب السنسري سيجنال فروم ذا بيريفيرال بارت اوف ذا بودي، عاده من السكن او المصل او التندن او الانترنال بارت اوف ذا بودي، وتوصله الى السباينال كورد. هاي نسميها فيرست اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون هي اللي راح تنقل السنسري سيجنال فروم ذا، يعني هذه نيورون ثانيه منفصله عن النيورون الاولى، راح تنقله within the spinal cord to the thalamus، تنقله للثالاموس. والثيرد اوردر نيورون هي اللي راح تنقل السنسري انفورميشن فروم thalamus to the somatosensory cortex on the post central gyrus of the brain or cerebral cortex. طبعا ليش هذا الترتيب صار؟ ليش نقسميها الى 3 اوردر نيورون بهذا؟ لانه ليجن اوف اني تايب اوف ذيز اوف اني ون اوف ذيز نيورون ريزلت ان ديفرنت كلينيكال مانيفيستيشن، يعني المريض اللي يجيني بليجن بالفيرست اوردر نيورون الكلينيكال فيتشر مالته الاعراض والعلامات ساين اند سيمتوم تختلف عن المريض اللي يجيني وذ ليجن اوف ذا سكند اوردر نيورون وذين ذا سبانال كورد، وكذلك يختلف عن المريض اللي يجيني وذ ليجن اوف ذا ثالاموس اللي هو داخل البرين. كل ليجن او كل مرض له كلينيكال فيتشر خاصه، لذلك تم تقسيم النيورون او تم تقسيم الاورجنايزيشن اوف نيرفوس سيستم انتو ذيز 3 اوردر نيورونز.
Okay, the somatosensory system organized into three order neurons. راح نشوف هذا الترتيب راح نشوفه في حالة الموتور سيستم. الموتور سيستم راح يكون arranged into two neurons rather than three. واحدة نسميها lower motor neuron، واحدة نسميها upper motor neuron. هاي إن شاء الله ناخذها بالأسبوع القادم. فالترتيب الـ organization of motor system differ from that of the somatosensory system. Somatosensory be three order neuron, the motor system be two order neuron. Now, what are the types of first order neuron? طبعا ال first order neuron هذا يعتمد للتايب مالته depend on the modality to which the neuron is most sensitive. شنو نوع السنسيشن اللي هذا النيورون راح تشتغل عليه او راح تكون sensitive عليه، راح يكون هو الـ هذا. فمثلا اذا كانت هذا هو الفيرست اوردر نيورون، اذا كانت هي فري نيرف اندنج يعني ماكو فد ريسبتر خاص، ماكو فد نوع خاص، فقط النيرف اندنج فري من الاكسون مالته، اكسون تيرمينال موجود بالسكن. اوكي، فهنا أنا بهاي الحاله هو هذا الفري نيرف اندنج، راح ينقل المعلومات بواسطه الاكسون، راح ينقلها الى السي ان اس، وهذه هي السوما مالته. السوما مالته نسميها دورسال روت جانجليا بريزنت اوتسايد ذا سباينال كورد. قد يكون انكابسوليتد نيرف اندنج مثل ما نشوف هذه انكابسوليتد نيرف اند، طبعا الفري نيرف اندنج عاده مسؤول عن البين بيرسبشن اوف بين الالم، في حين الانكابسوليتد نيرف اندنج عاده يكون مسؤول عن بيرسبشن اوف تاتش اند فايبريشن. ذات تاتش اند فايبريشن هذا انكابسوليتد نيرف اندنج. واكو سبيشاليزد سيل اللي هي جاستاتري ريسبتر بريزنت ان اور ماوث اند تانج ريسبونسبل فور تيست سنسيشن. هذه التيست والبين والثيرمال الهوت اند كولد هاي نسميها موداليتي اوف سنسيشن. اوكي، هاي موداليتي اوف سنسيشن. Now, where the sensory, يعني sensory information or the sensory pathways, where they project to our nervous system. طبعا قلنا بعد ما تصعد هاي الانفورميشن كلها للسبانال كورد، من السبانال كورد راح توصل للبرين ستيم، من البرين ستيم قبل ما تدخل للسيربرال كورتكس للسيربرم راح تروح الى الثلاموس. هنا أنا في هذا المكان الثلاموس، ومن الثلاموس راح تنتقل الثيرد اوردر نيورون، راح تنقل المعلومات الى البوست سنترال جايروس ان ذا اوف ذا سيريبرال كورتكس. طبعا all the sensory information must pass and must synapse within the thalamus except when we will learn and we'll talk about it later. This is a cross sectional area of the skin showing the organization of the sensory receptors. طبعا السنسري انفورميشن will start يعني process of sensation started peripherally by a sensory receptor. فبالتالي هذا السكن بمجموعه من السنسري ريسبتورز، هاي السنسري ريسبتورز قد تكون واحد من عندها هو الهير، الهير هو ايضا يعتبر سنسري ريسبتور. الهير يعتبر واحد من السنسر ريسبتر وبهذا نيرف اندنج مرتبط وينقل المعلومات. عندي هذا الفري نيرف اندنج فور نوسيسبتر انفورميشن اللي هي نفس البين ريسبتر، وعندي ايضا الميزنر هاي مثلا نوع من انواع هي الميزنر كوربسل اللي هي ريسبتر موجوده ايضا بالسكن، وعندي ايضا هذه اللي هي بسينير كوربسل موجوده ديبلي ان ذا سكن. طبعا هذا الارينجمنت اوف ذا سنسري ريسبتر وذين ذا سكن الليفل مالته وين موجود الريسبتر يعتمد على الفانكشن، ديبند اون ذا فانكشن اوف ذات ريسبتر. فور اكزامبل ريسبتر ريسبونسبل فور سوبرفيشال تاتش، الريسبتر المسؤوله عن التاتش، هذه راح تكون موجوده ان ذا سوبرفيشال بارت اوف سكن، while those responsible for deep touch and pressure present in the deeper part of skin. هذا المكان اللي موجود به راح يعتمد لي على
receptor within the skin and within the body, it depend on its function. فكل ما كنا نحتاج على deep touch نحتاج pressure و vibration راح يكون موجودين مثل pacinian corpuscle راح يكون موجودين in the deep part of skin. While إذا احنا نتكلم عن superficial touch نتكلم عن pain and thermal sensation راح يكون موجودين within the superficial part of skin. وهذه نوع من انواع السنسر ريسبتر. اكو multiple types of sensor receptor. قلنا الفري نيرف اندنج اللي هي مسؤوله عن البين اند تمبرتشر واللي موجوده بالابيديرمس عاده وتكون تنتقل بالسلو نيرف فايبرز انمايلينيتد نيرف فايبرز. تعرفون اهميه المايلين اللي ينقل المعلومات بسرعه فائقه يحيط بالنيرف حتى تنتقل المعلومات بسرعه فائقه within the nervous system. اكو انواع اخرى ميزنر كوربسل باسينيال كوربسل وغيرها كلهن ذني عاده يكون الموجودات بالسكن وممكن موجوده بالليجامنت والنوع المال نيرف فايبر اللي ينقلها عاده اغلبيتهم هم يكونون مالينيتد ما عدا الفري نيرف اندنج اللي تكون ان مالينيتد سلو تايب اوف نيرف فايبر وعاده الكل وحده لها موداليتي خاصه بها. What about the proprioceptors or proprioception? هذا قلنا فد شيء مهم جدا وراح نتكلم عليه. It is the sense of position. This is very important to control our balance during gait and during our stance. Stance اللي هي الوقوف. Control of stance and gait take a very important role in nervous system مالته بالsensory nervous system. Sensory nervous system has important sensory receptors present in the muscle, ونسميها muscle spindle, and present in the tendon and called Golgi tendon organ. هذول ال muscle spindle it sense the change in the length of the muscle, طول العضلة. في حين Golgi tendon organ senses the tension of the tendon, نسميه Golgi tendon organ. These two type of sensory receptor transmit continuously updated information into the central nervous system. عادة تنتقل هاي المعلومات للprimary sensory cortex. ومن هناك راح تنتقل again إلى الموتور area وتنتقل إلى السربلم to control the stance and gait. وأي مريض عنده disease of those receptors يعني بالريسبتر او بالنيرف فايبر اللي ينقل هاي الريسبتر ويوصلها الى السي ان اس والسفر فروم ا كونديشن كول سنسري اتاكزيا ما راح يقدر يمشي بسهوله. المشي مالته والحركه راح تكون ان كنترولد واحنا نسميها سنسري اتاكزيا نسميها حاله الترنح يعني المريض يترنح بالمشي مالته بسبب disease or malfunction or dysfunction of these two types of receptor. The muscle spindle it transmit continuously updated information about the length of the muscle. أي زيادة طبعا هي هاي muscle spindle هو عبارة عن sensor receptor present inside the muscle. Okay. في حين the Golgi tendon organ راح ينقل لي continuously updated information about the tension of the tendon. أي زيادة بالtension راح يغير الوضعية مال الجوينت والوضعية مال المصل حتى تقل هذا التنشن وبالتالي تتعدل الوقفة مالتنا تتعدل المشية مالتنا حتى ما تصير عندنا أي imbalance ممكن نشوفه وبالتالي disease of those two type of receptor أو nerve fiber مالتهم يسوي sensory ataxia. شلون راح يصير تغير هذا الريسبتر اللي موجود هذه هاي الباسينيال كوربسل موجوده بالسكن شلون راح تنقل التغير اللي راح يصير وتوصله الى النيرفس سيستم. طبعا احنا هنا أنا هذا هاي هي الباسينيال كوربسل من يصير بها اي تشينج طبعا هي مسؤوله عن الفايبريشن سنسيشن ومسؤوله عن الديب تاتش بالتالي اي تشينج اي بريشر عليها او اي تشينج ان اتس كونفيجريشن هذا راح يسوي لي جنريشن اوف بوتنشال نسميه جنريتر بوتنشال هذا المكان اي ضغط عليها اي تشينج ان ذا كونفيجريشن مالتها راح يسوي لي جنريتر بوتنشال او ريسبتر بوتنشال نفس الاسم اللي هو معناه شنو معناه تغير ان ذا بيرميبيليتي اوف ذا ايونز اوف ذا ريسبتر الريسبتر راح يغير بيرميبيليتي مالته لل
ايونز، الايونز الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم راح تتغير، هذا راح يخلق لي ريسبتر بوتنشال. ريسبتر بوتنشال راح ينتقل along the nerve ending to the central nervous system، وهذا النيرف اندنج هنا راح النيرف راح ينقله للسي ان اس، والسي ان اس راح ينقله كذلك بالسباينال كورد برين ستام ثلاموس ان تو ذا سنسوري كورتكس، راح يقول يا اكو صار عندي تغير في هذا المكان بالكهربائيه مالت مكان معين بالسكن، والسي ان اس راح يترجم هذا التغير ك موداليتي اوف سنسيشن. اوكي، هاو سترونج ذا ستيمولس از، شلون راح النيرفس سيستم مالتنا راح يعرف انه هذا الستيمولس سترونج اور از ويك ستيمولس؟ تعرفون احنا حكينا بالاكشن بوتنشال بالعام الماضي، تكلمنا قلنا الاكشن بوتنشال ات از ايذر ات از اول اور نون، ذير از نو ويك اكشن بوتنشال اند ذير از نو سترونج اكشن بوتنشال، بالتالي معناها الانتقال along the nerve fiber is the same whatever we have a strong touch or weak touch. مثلا احنا اذا عندنا strong مثلا thermal sensation، ناخذ مثال thermal sensation، احنا جبنا فد 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 hot object وخليناه على السكن، شلون راح يميز السكن هذا الهوت اوبجكت؟ هل انه هو مايلدلي هوت، مودريتلي هوت، لو سيفيرلي هوت؟ شلون راح يتميز هذا الشيء؟ طبعا هذا الشيء راح يتميز بما انه هو كل السنسيشن اللي صار راح ينتقل بالنيرف اندنج كاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال قلنا هو اول اور نون، يا اما يصير يا اما ما يصير، ما عندي سترونج اكشن بوتنشال او ويك اكشن بوتنشال. شلون راح يحس النيرف سيستم السي ان اس انه هذا الاستيمولس اللي اجاني هو مثلا سيفير هوت، سيفيرلي هوت او مايلدلي هوت؟ هذا راح يعتمد على تو فاكتورز. strength of stimulus راح تعتمد على two factor. أولا كل ما تزيد strength of the stimulus راح نزيد frequency of firing of action potential. بالتالي أنا إذا عندي weak أو mildly hot object خليته على السكيم راح تكون الفريكونسي قليلة، إذا كان moderately hot راح تزيد الفريكونسي of firing والفريكونسي of action potential، وإذا كان severely hot راح تكون associated with skin damage راح نعطي very fast signals transmitted to the skin يعني الفريكونسي عالية مالت الاكشن بوتنشال اللي راح تنتقل through from the skin to the nervous system. اوكي، الحالة الثانية اللي هي راح activation of neighboring cells أو activation of neighboring receptors، المنطقة القريبة المجاورة إلى اللي صار بيها sensation اللي هي not involved يعني in sensation، أيضا راح تنقل معلومات إلى nervous system طبعا بواسطة في الطرق اللي راح نشرحها. طبعا هذه من راح تنتقل للنيرفس سيستم حتى نحسس النيرفس سيستم، نخبر النيرفس سيستم انه there is strong stimuli there is large area of skin has been burned على سبيل المثال. بالتالي احنا عندنا طريقتين، نزيد الفريكوانسي اوف فايرنج اوف اكشن بوتنشال اولا، وثانيا نسوي ستيميليشن اوف اذا سيفير ستيمولس ستيميليشن اوف نايبرنج ريسبتورز اور نايبرنج سيلز، اذا راح تنتقل المعلومات للسي ان اس حتى نبلغ السي ان اس بوجود سترونج ستيمولس. اوكي، ففريكوانسي كودينج نسميها او فريكوانسي كودينج وسباشال كودينج هنا اللي هو يغير المكاني اللي موجود. اوكي، هذا الكودينج اوف انفورميشن اون ذا نيرفس سيستم، فريكوانسي كودينج اند ستيميوليشن اوف نايبرينج ريسبتورز. Now what about adaptation؟ شنو يعني الادابتيشن؟ adaptation هو يعني نوع وحده من مواصفات السنسوري سيستم واللي هي لها علاقه مباشره ب type of receptor and type of sensation. كمثال بسيط للادابتيشن هو the sense of smell اللي هو حاسة الشم، مثل ما نعرف حاسة الشم is highly adaptable or highly adapting sense. على سبيل المثال من ندخل في مكان معين بسميل، whether this smell is bad or good
احنا خلال دقائق معينه راح نبدي نقل، يعني يقل السنس مالت هذه، ما راح نشتم هاي الريحه، ندخل مثلا مكان نشتم بيه ريحه سيئه او طيبه، راح يبقى هاي السنسيشن مالتنا لدقائق محدده، بعدين نفقد هاي السنسيشن. وبالتالي احنا نتخيل انه هاي الريحه اختفت. لكن اذا دخل شخص دارز مثلا باد سميل، اوكي، هذا شنو اللي صار عندنا؟ اللي صار عندنا هو ادابتيشن تو ذا سنسر ستيمولاي. كذلك التاتش ريسبتر، احنا من نلبس ملابسنا او من نقعد على الكرسي او من نقعد بالسياره، اول ما تتغير البوزيشن مالتنا راح نحس there is a sensation، راح نحس بالملابس مالتنا اول دقائق من احنا لابسيها، بعدين شوي شويه يبدي هذا السنسيشن يقل الى ان يختفي. هذا بسبب وجود الهايلي او rapidly adapting touch receptor. اوكي، فالرابيدلي ادابتنج ريسبتور ات ريسبوند ماكسيمالي اند بريفلي تو ستيمولاي، وواحد من الامثله مالته هو التاتش ريسبتور. فلما يكون عند ستيموليشن ات ويل فاير فيرست، هاي راح يصير اكشن بوتنشال بالبدايه، بعدين تدريجيا راح يختفي الاكشن بوتنشال وذ تايم. شنو اللي صار؟ صار عندي ادابتيشن اوف ذا سنسوري ريسبتور، النيرف يشتغل والكل يشتغل، فقط السنسر ريسبتر صار بي ادابتيشن. في حين السلولي ادابتنج ريسبتر اللي نسميها تونيك ريسبتر، ات ويل كيب فايرنج از لونج از ذا ستيمولس كونتينيوم او ذا ستيمولس لاست، والاكزامبل عليه هو البين ريسبتر. لما انا عندي فد بينفول ستيمولاي ابلايد تو ذا سكين، هذا البينفول ستيمولاي راح يبقى يحفز النيرفس سيستم، وات ايفر this stimuli will last to our skin، مهما كان وجوده يبقى نص ساعة، يبقى ساعة، يبقى يوم كامل، راح يبقى يعطيني stimulus plus، راح يبقى يعطيني sensation للنيرفس سيستم، لانه مالته الريسبتر از سلولي ادابتنج ريسبتر. في حين السنسيشن تو تاتش نسميه رابيدلي ادابتنج ريسبتر، ات ويل ريسبوند بالبدايه بسرعه، بعدين يختفي الريسبونس مالته بسبب الادابتيشن اللي صار تو ذا ريسبتر. Now what about the sensory acuity؟ اللي هي precision by which a stimulus can be located. شلون نقدر نحدد مكان الاستيمولس بدقة عالية؟ precision الدقة مال التحديد مكان الاستيمولس. طبعا هذا يعتمد depend on four factors: synaptic convergence and divergence, lateral inhibition, receptive field, and two point discrimination. راح نتكلم briefly about each one of these. السنسوري اكيوتي مثل ما قلنا the precision of for determining the site of the stimulus، شلون نحدد مكان the stimulus بالضبط، بالايد، بالرجل، وين، باي مكان، بالايد مثلا at which finger، شلون نحدد المكان؟ اولا بواسطه الكونفرجنس اند دايفرجنس. هذا مثل ما قلنا عندنا first order neuron اللي تنقل المعلومات to the spinal cord، و second order neuron اللي راح تنقل المعلومات from the spinal cord to the brain stem and to the thalamus، عادة to the thalamus. فإذا كانت تجيني أكثر من first order neuron to one second order neuron، هذا راح يسوي لي نسميه convergence. More than one first order إلى one second order semi convergence of the stimulus or convergence of sensation، ولعادة يقلل ال acuity decreases the acuity، لأن هذا أنقل معلومات كثيرة إلى مكان واحد، بالتالي الاكيوتي راح تقل. لكن على العكس من ذلك الدايفرجنس، لما وان فيرست اوردر نيورون تتقسم الى مور ذان اور ستيميليت مور ذان سكند اوردر نيورون، هذا راح اسميه دايفرجنس، بالتالي ات ويل امبليفاي ذا سيجنال اند انكريز ذا بريسيجن اوف ديترمايننج ذا سايت اوف سنسيشن اند انكريز ذا سنسوري اكيوتي. دايفرجنس انكريزز ذا سنسوري اكيوتي. ذا سكند فور ذا for increase the sensory acuity is
the lateral inhibition. Lateral inhibition يصير within the CNS. لما عندي more than one second order neuron is stimulated, it will راح نسوي lateral inhibition to those second order neuron. نحافظ على the precision مالتنا اللي هو اللي موجود. بالتالي راح نعدل أو راح نحدد the precision بصورة دقيقة. راح نسوي stimulation لل nearby receptor حتى نحدد الريسبتر أو المكان اللي صار بي stimulation بدقة عالية. هاي أهمية the inhibitory interneuron. It will inhibit the neighboring receptor. حتى الريسبتر اللي صار بي ستيميليشن within the PNS peripheral nervous system راح يتحدد مكانه بدقه عاليه. هذا lateral inhibition. هي بواسطه طبعا يتم بواسطه خلايا خاصه موجوده بال CNS. هاي الخلايا نسميها رينشو سيل. الطريقه الثالثه هذا ايضا again this is the lateral inhibition. هذا لما عندي هنا السكند اوردر نيورون وراح يسوي انهبيشن تو ذا تو في مكان معين تو تو بالترانسميشن مالت السنسوري انفورميشن. بالتالي راح يكون البريسيجن اعلى لانه سوينا انهبيشن للنايبرنج اريا حتى المكان اللي صار بيها احساس يعني نوصل من عنده معلومه اكثر. مثل ما احنا قاعدين في مكان معين ونسمع صوت معين من مثلا طلاب قاعدين يتكلم واحد من عندهم، شو نقول؟ نقول باقي الطلاب سكتوا حتى نسمع الصوت من الشخص المعين، الصوت مثلا منخفض الى حد ما، نقول للطلاب بقيوا سكتوا حتى اسمع الصوت. فشنو هذا؟ نفس فكره، هاي فكره اللاترال انهبيشن. سوي ستيميوليشن للنايبرنج ريسبتر حتى الستيمولس اللي اجاني راح يوصل بصوره دقيقه للسي ان اس، بالتالي راح نقدر نحدد السايت اوف ذس ستيمولس اكيوريتلي. عند الريسبتيف فيلد، وبالتالي كل ما يزيد الريسبتيف فيلد راح تتعدل السنسوري اكيوتي. وعندي طبعا اوفرلاب، اكو اوفرلاب بالريسبتيف فيلد. عاده اذا يعني النيرف فايبر المعين راح يكون اكو تداخل ما بين النايبرنج نيرف فايبر، يعني نفترض هذا تاتش سنسيشن. اوكي، فهاي المنطقه، هاي المنطقه مخدومه بنيرف فايبر، اكو تداخل من الـ من الـ احنا مو قلنا البين بيرسبشن باي نيرف اندي، نيرف فاندي متقسمه موجوده بالسكيم، فهذه اكو تداخل ما بين نيرف اندي، فبالتالي يعني المنطقه الوحده مخدومه باكثر من نيرف فايبر اندي. اوكي، هذا ريسبتيف فيلد، له علاقه هذا ايضا بالسنسري اكيوتي. واخيرا تو بوينت ديسكريميشن، هذا واحد من الفحوص المهمه اللي نستخدمه بالاكزامينيشن اوف ذا سنسر اوف سنسري نيرف سيستم. نستخدم فرجال، هذا الفرجال نخليه على تو اريز اوف ذا سكين، احنا نقدر نسوي كنترول للديستنس اللي موجوده بيه. فبالتالي كل ما تزيد الديستنس بين ذا تو اندز راح هذا نسميه تو بوينت ديسكريميشن. احنا عندنا عاده اكو مناطق بالسكن او مناطق ان اور بودي بها هاي سنسري اكيوتي وبريسيجن مالتها كلش عالي، مثل اللي موجوده بالهاند والتيب اوف ذا فينجر، وبالتالي التو بوينت ديسكريميشن مالتها راح تكون قليله جدا، 1 الى 2 ملم راح تكون موجوده بالفينجر تيبس. اذا نخلي الفرجال 1 تو 2 ملم راح يحس ذيز تو بوينتس از تو بوينتس not one، في حين الباك والفورار وغيرها راح تكون قليله جدا، راح تكون منطقه التو بوينت ديسكريميشن مالتها 40 ملم. احتاج هاي التو اندز مالت ذول هذا الفرجال راح يكون بعد 40 ملم، يا الله نحس تو تو بوينتس از تو rather than one. اوكي، هذا السنسري اكيوتي. عندني اربع عوامل راح تحدد السنسري اكيوتي. هسه راح نتكلم على السنسري باثويز. How the sensory information generated in the skin and the receptor transmitted to the central nervous system. طبعا the transmission of sensory pathway occur by mean of two pathways. The first pathway هو راح ينقل لي the pain, temperature and coarse touch اللي راح يدخل لي the nervous system. First order neuron راح تدخل لل spinal cord. Cross it will end there. بتنتهي بالdorsal root of the dorsal horn of the spinal cord.
وتبدي السكند اوردر نيورون في هذا المكان كروس تو ذا اوبوزيت سايد، يعني تجي من الليفت تعبر للرايت سايد، واللي تدخل من الرايت تعبر للليفت سايد، اند وتصعد بالسبانال كورد الى ان توصل للثلمس، راح تنتهي السكند اوردر نيورون بالثلمس وتبدي الثيرد اوردر نيورون من الثلمس الى السوماتو سنسوري كورتكس، هاي اللي تنقل معلومات اباوت ذا بين تمبرتشر اند كورس تاتش. في حين فايبرز ذات ترانسميت فاين تاتش vibration and proprioception المعلومات اللي هي دقيقه واللي هي مهمه جدا، راح تبدي لي ايضا من البريفري، راح تدخل الفيرست اوردر نيورون السبانال كورد، وما تنتهي هنا الفيرست اوردر نيورون، راح تصعد along all the spinal cord الى ان توصل الى الميدولا اوبلانجاتا، بالميدولا اوبلانجاتا راح تنتهي هنا وتبدي السكند اوردر نيورون كروس تو ذا اوبوزيت سايد وتصعد الى الثلمس، راح تنتهي السكند اوردر نيورون بالثلمس وتصعد الثيرد اوردر نيورون الى السوماتو سنسوري كورتكس. اكو اختلاف بسيط ب السنسري باثوي، فالسنسري باثوي اللي تنقل البين والثيرمال سنسيشن راح تصعد يعني راح تنتهي بالبرسبكتيف سباينال سيجمنت، تدخل مثلا بالالون نمبر 1 راح تنتهي بهذا المكان، وتصعد السكند اوردر نيورون تعبر الاوبوزيت سايد وتصعد للثلمس. في حين هو هذا الاختلاف، في حين النوع اللي ينقل فاين تاتش والبروبريوسبشن المعلومات المهمه والدقيقه والسريعه راح تدخل السبانال كورد، ما راح تنتهي فيرست اوردر نيورون بالسبانال كورد، راح توصل للميدولا اوبلانجاتا، بالميدولا فيرست اوردر نيورون تبدا السكند اوردر نيورون كروس تو اوبوزيت سايد وتصعد الى الثلامس. هذا السنسري باث واي وذين ذا سي ان اس. ومثل ما قلنا all the sensory information whether transmitted through the for fine touch for deep touch for يعني pain كلها راح تنتهي لي بالثلمس، ومن الثلمس راح تنتقل من عندها الى سوماتو سنسوري كورتكس ما عدا سنس واحد اللي هو الفاكتوري سنسيشن السميل. السميل هو الوحيد اللي ما راح يدخل بالثلمس، راح يروح مباشره للالفاكتوري كورتكس. طبعا الثلمس له رول امبورتنت رول ان ذا ان ذا سنسيشن، it is responsible for a crude localization and discrimination of stimuli highly organized projections to the cortex. واذا يصير عندي ثلاميك ليجن مهم راح يسوي لي ثلاميك اوفر رياكشن، ان شاء الله راح تاخذوه بالمراحل القادمه، ثلاميك ليجنز نسميها. اوكي، فالثلمس مسؤول عن crude localization and discrimination of stimuli، كل هو طبعا احنا نسميه حارس of sensory information، كل sensory information تدخل من خلاله الى ال sensory cortex ما عدا ال olfaction مثل ما قلنا ما راح يدخل منه. الكورتكس هنا الصوماتو سنسوري كورتكس اللي موجوده بالبوست سنترال جايروس اللي هي هذا المكان، هاي هي سنترال جايروس، وهذه بالبوست سنترال جايروس راح تكون موجوده الصوماتو سنسوري كورتكس مسؤوله عن شارب لوكاليزيشن، تحدد المكان بدقه عاليه وفل ريكوجنيشن اوف كواليتيز اند موداليتيز، راح نحدد المكان بدقه عاليه، راح نحدد نوع السنسيشن، راح نحدد الـ يعني البريسيجن مالته، ونحدد الموداليتي مالته، ونحدد الاكيوتي مالته بدقه عاليه، راح يكون بواسطه السوماتو سنسوري كورتكس ان ذا بوست سنترال جايروس. Also our entire body is represented in this somato sensory cortex. ها هي somato sensory cortex، هذا هو مقطع طولي بالسوماتو سنسوري كورتكس، ونشوف كل الجسم راح يكون organized or represented in this somatosensory cortex، راح تكون within the somatosensory cortex اكو area مسؤوله عن perception of sensory stimuli from the foot, from the leg, from the trunk, from the forearm وايضا الهاند والفينجرز والفيس. مثل ما نشوف كل منطقه بالجسم لها مناطق لها خلايا مسؤوله عنها within the somatosensory cortex مسؤوله عن استلام السنسوري انفورميشن اللي تجيني من هذه المناطق بالجسم،
وأيضا هذه المناطق الـ relative size of each of the site does not depend on the actual size of the site. هاي نسميه somatotopic representation or somatotopic organization. يعني شنو؟ يعني لما يكون عندنا الترانك اللي هو أكبر جزء بالجسم راح يكون منطقة الريبرزنتيشن مالته الخلايا اللي مسؤولة عن السوماتوسنسري كورتكس هي أقل من الخلايا اللي مسؤولة عن الهاند. اوكي، فبالتالي هذا السوماتوتوبيك اورجنايزيشن او ريبرزنتيشن does not depend on the actual size of this part of the body. يعني مو جزء كبير من الجسم الى منطقه تمثيل كبيره بالسوماتوسنسري كورتكس. It depend on the relative function on the important function. احنا الهيومن عندنا الفانكشن مالتنا اغلبيتها carried out by the hand and by the finger. لذلك representation مالت الهاند والفينجر is very large. اوكي، ايضا عده الحركه مالت الفيس، تعابير مالت الفيس، الماوث والتنج واللبس، ذولا لها علاقه مهمه جدا بالسنسيشن مالتنا، لها علاقه التعابير مالتنا مال الوجه، لها اهميه كبيره جدا. كذلك التنج لها رول مهم جدا بالموفمنت وكذا، فينقل سنسوري انفورميشن لا السي ان اس، راح يكون ريبرزنتيشن مالت الفيس از فيري بيج. بالتالي سوماتوتوبيك اورجنايزيشن، الخريطه المسؤوله عن السنسر سيستم does not depend on the actual size of the organ, it depend on the relative importance of the organ in response to sensory information. اوكي، هذه نسميها سوماتوتوبيك اورجنايزيشن، هذه موجوده بالسنسري اريا، ايضا موجوده بالموتور اريا، راح نعيدها بالاسبوع القادم ان شاء الله. بالنسبه للكورتيكال ليفل السنسوري كورتكس، طبعا تنتقل المعلومات من البرايمري سنسوري كورتكس، راح تنتقل الى اذر كورتيكال اند سب كورتيكال ارياز. قلنا تروح للموتور اريا تخبر الموتور سيستم اباوت ذا بروبريوسبتيف انفورميشن، ايضا تروح تو اذر سب كورتيكال ارياز اللي موجوده عندي ايضا. لكن choice to respond to the stimuli it will be taken at the cortical level. مثلا اجاني فد sensory information معينه من the peripheral part of the body، شنو choice، شنو الريسبونس اللي راح اتخذه؟ هذا يتخذ at cortical level. مثلا دخلت في مكان معين ومثلا ما عجبتني السميل، الريحه اللي موجوده في هذا المكان ما عجبتني، شنو الريسبونس اللي راح يكون مات البادي؟ اطلع من هذا المكان، اخلي ايدي على خشبه مثلا، و يعني حتى ما تجيني الريحه، هذا الريسبونس الريسبوند مالتي او الريسبونس مالتي هذا راح يعتمد تيكن ات ا كورتيكال او ات ذا كورتيكال ليفل. اوكي، ليجن اوف ذا سنسوري كورتكس ويل ليد تو ريبيتد ابيليبتيك ايفنت leads to loss of two-point discrimination and stereognosis. طبعا اي ليجن بالسنسوري كورتكس ممكن يؤدي الى حالات صرعيه، وفي حاله الحالات الصرعيه في حاله السنسوري كورتكس مثلا صار عندي ليجن ان ذا سنسوري كورتكس، المريض راح يجي بفد يعني نسميه يعني فد ابيليبسي او فد صرع معين له علاقه بالسنسوري سيستم، مثلا يقول احس فد حركه معينه اون ذا surface of skin. مثلا يجي مريض يقول انا فد شيء ده يمشي على جلد مالتي على ايدي او على رجلي، هو ماكو شيء حقيقه. قد يطلع هذا نوع من انواع الصرع نسميه epilepsy بسبب وجود lesion of the sensory cortex. اوكي، ايضا في حيدير الى loss هذا الليجن loss of two point discrimination and stereognosis. شنو stereognosis؟ stereognosis هو نوع من انواع الفحوصات اللي موجوده بالنيرفس سيستم. راح نسال المريض to close his eye his or her eye and we give him a familiar object. المريض نخليه يغمض عيونه ونعطيه شيء هو يعرفه، مثلا نعطيه مفتاح، نقول له غمض عيونك، نعطيه مفتاح بايده ونقول له هذا شنو هو هذا الشيء، او نعطي مثلا قلم او اي شيء هو فاميليار الى المريض يعرفه، قطعه نقود فلوس مثلا، نقول هاي شنو، فهي نسميها ستيريوغنوسيس. اذا المريض ما قدر يميز هذا الشيء راح نضيف قبلها ا نسميها استيريوغنوسيس. اوكي، هاي نوع من انواع الاكزامينيشن اوف ذا سنسوري نيرفس سيستم. اوكي، how our sensory nervous system is investigated.
طبعا هذا يعتمد لي على التايب اوف ذا سنسيشن which is affected، وايضا حتى نحدد اللوكاليزيشن. فاني السنسيشن عندي فد ليجن معين بالسنسر نيرفو سيستم، اول شيء ابدي بيه بالفحوصات، لازم افحص ذا النيرف بحد ذاته، الريسبتر والنيرف لازم افحصه اول شيء. بعدين افحص السباينال نيرف والسباينال تراكت، السباينال نيرف اللي هي اللي خارجه من السباينال كورد، وبعدين السباينال كورد افحصه بير سي، بعدين افحص بسنسري الكورتكس لازم افحصها. اوكي، الليجن راح احدده حسب المكان، حسب الاوردر نيورون اذا تذكرون اللي تكلمنا عنها قبل قليل. اوكي، هذه شنو؟ هذه خريطة of the sensory perception in our body، نسميها dermatomes. الديرماتوم انه every area of our skin is supplied by a single segment of the spinal cord. اوكي؟ بالتالي هذه السيرفايكال part of the spinal cord supply the neck, the upper part of the chest and the upper limbs. هذه مسؤول عنه السيرفايكال segments. في حين الثوراسيك سيجمنت سبلاي ذا ترانك، واللمبر ذا انتيرير بارت اوف ذا لور ليمز، والساكرال بوستيرير بارت اوف ذا لور ليمز. وكل منطقه مثلا هاي تي 1 تي 2 هاي سي 4 وغيرها، كل ريجن كل سيجمنت اوف ذا سبينال كورد سبلايد باي سبلاي ان اريا اوف سكين الى خاص بها. طبعا طبعا هاي نسميها ديرماتوم، وهي مهمه جدا بالاكزامينيشن اوف نيرفس سيستم. احنا نجي نفحص مثلا منطقه، اجانا مريض عنده فد حاله معينه، نجي نفحص المنطقه المعينه، نتوقع انه هذا المريض عنده فد ليجن مثلا هذا ليفل اوف L4 او L5، نروح للمنطقه اللي مسؤوله عنها L4 وال L5 نفحصها، نشوف از ذير از سنسيشن ان ذيس اريا. اذا المريض يحس اوكي ماكو ليجن نقوله بهاي المنطقه، او اذا المريض ما يحس بهاي المنطقه نتوقع الليجن في هذه المنطقه، ممكن سبريت تو اذر اريا ننزل لي جوا نفحص الاس 1، هل انه انفولف اذر اريا نفحص ال 3، وهكذا. لها علاقه مهمه جدا ذا اكزامينيشن اوف سنسري نيرفو سيستم، وهي نسميها الديرماتومز. اوكي، احنا المحاضرة خلصناها طلاب، عندكم سؤال؟ إذا أحد عنده سؤال يتفضل يسأل. طلاب عيني عندكم سؤال؟ نعم دكتور، بس اللاترال بروهيبيشن ممكن تعيده؟ شنو عيني؟ باقر احكي، عندك سؤال؟ لا صعب لا المحاضرة لو سهلة أول شيء. دكتور شاحت لي يعني. بس اللاترال بروهيبيشن شوية تقطع الصوت، ما فهمنا فهمت. اللاترال انهبيشن مثل ما يعني وضحتها، هسه راح ارجع لكم عليها. اللاترال انهبيشن اكو خلايا محدده، هذا طبعا اللاترال انهبيشن يصير بالسبانال كورد، اكو خلايا محدده تسوي لي انهبيشن مثل ما يعني وضحت لكم اياها. لما احنا عندنا مثلا صوت، مثلا مجموعه طلاب او مجموعه ناس قاعدين وانا دا اتكلم مع واحد من عندهم، صوت مالته ناصي او صوت مالته بقيه، اقول لهم كلكم خفضوا صوتكم لا تتكلمون، خلي اسمع الصوت مال زميلكم. اوكي، هذا نفس هي فكره اللاترال انهبيشن، انه اني بالسبانال كورد راح تكون راح اكو خلايا محدده نسميها رينشو سيل، هاي راح تسوي انهبيشن للنير باي يعني نيورون، نيورون موجوده داير مداير النيورون اللي صار بيها السنسري سنسيشن او ترانسميشن اوف سنسر انفورميشن. من يصير انهبيشن لللاترال اللي حولها، اوكي، راح تنتقل المعلومات بدقه عاليه للنيرفس سيستم، والبريسيجن راح تتحدد بصوره دقيقه. اوكي، واضح دكتور، لو بعد مشكور. مو كلش واضحه لا واضحة واضحة دكتور، مشكور. يعني. هلا بعد بعض طلاب سألوا،
محاضرتنا إن شاء الله الأسبوع القادم عن الـ عن الموتور سيستم، لور موتور نيورون وأبر موتور نيورون. فالمحاضرة شوية مهمة كلش وصعبة، ويعني تحتاج يعني جماعتكم بلغوهم، الكل خليه يحضر وينتبهون، لأنه كلش يعني تحتاج شرح شوية وشي. فإن شاء الله كلكم حضروا وتستفادون من عندها. قول عنها محاضرة، يعني شنو يا محاضرة قصدك؟ ايه جاهزة جاهزة، ماشي ارفع لكم اياها. يعني الاسبوع القادم احد ثاني ارفع لكم اياها ان شاء الله. اوكي، بعد شنو عندكم سؤال؟ اريد اضيف اريد اخذ مالتكم الحضور. مدى يطلع منين؟ تعرفون منين ياخذ الحضور؟ ما دا اعرف، نسيت. ايه هو بس اريد اطلع هسه، انا ذاك الاسبوع اخذت الحضور مالتكم، بس هالاسبوع ما قاعد ندله، هو من الميت وناخذ الحضور. ذاك الاسبوع اخذته سويت دكتور، لكم اياه. أتوقع من دلال عدد الأشخاص الموجودين اللي فوق يم الشات. ايه هاي يا متشات، ماكو شيء. لا هي، لا مو الشات، هي اللي بصفها عدد الحضور اللي بيو. هذه شو ايفري ون أيوة أي أتوقع ما عندها اكو بيها سكان، داونلود؟ ها أتوقع بيها سكان لازم يصير. لا، هو كان داونلود، انا ذاك الاسبوع سويت داونلود، كل اللي حضروا نزلوا بيه. يلا ها هي، هم يقدرون يطلعوها من شو اسمه، من التسجيل. يلا عنها هي براحتكم براحتكم عيني، في مال لا.